هذه الندوة جاءت لتواكب عودة المغرب إلى جذوره الإفريقية من خلال يعني الزيارة الملكية التي يقوم بها الملك اليوم في هذه الأسبوع إلى المناطق الإفريقية، مالي ثم الغابون والمناطق الأخرى. هذه العودة التي جعلتنا نستحضر مقولة الحسن التالي بأن المغرب هو بلد يطل كشجرة، يعني تطل يعني فروعها وأوراقها على أوروبا ولها جذور في أفريقيا، يعني أنك اليوم نعود من خلال هذه الجذور إلى تمتين العلاقات التاريخية والعلاقات الإنسانية المغربية الأفريقية. ونحن لاحظ بأن الحكومة لا تملك معلومات حول السياسة الخارجية المغربية، أكثر من ذلك بأنه يلاحظ بأن انفعال الحكومة في قضية اللوبيات الفرنسية بتواطؤ مع الجزائر والبوليزاريو جعلها ترتكب خطأ كبيرا في التواصل. لما كانت الأنظار كلها متجهة إلى الزيارة الملكية أصبحت الأنظار كلها متجهة إلى الصراع والتوتر المغربي الفرنسي، بمعنى أنها شوشت الحكومة في عملية خرجاتها. وهنا أتحدث عن ثلاث حكومات خرجت في لحظة واحدة، حكومة وزارة الخارجية وحكومة الحكومة باسم الناطق الرسمي وحكومة وزارة العدل، وهذا من الأخطاء التي ترتكب في تدبير في قضية واحدة تتعلق بفرنسا. كان هناك خروج لثلاث جهات حكومية، ولكن المسألة التي تقرأ في التواصل وهو أنها في عملية انفعالها والتعامل مع التوتر توجهت الأنظار كلها إلى الأزمة مع فرنسا، وتركت الزيارة الملكية بمعنى أنها هذه الجهات هي كانت تبحث عن هذه العملية، بمعنى أنه أحرجت فرنسا والجزائر من الزيارة الملكية وخرجت في هذا التوقيت الذي لم يكن عاديا، خرجت بهذه الأحداث وسقطت فيه الحكومة المغربية. هذه وظهرت أهمية هذا البعد الإفريقي للسياسة الخارجية للمغرب أيضا في محاولة المغرب لاستثماره بشكل معين في خدمة الملف السياسي الأساسي للسياسة الخارجية للمغرب وهو ملف الوحدة الترابية. وبالتالي فلم يعد المغرب ولم تعود البعثات الدبلوماسية للمغرب ولم تعود يعني البرامج لا الحكومية ولا يعني الرسمية للدولة تتعامل مع هذه الدول انطلاقا من الاعتراف بالبوليزاريو أو صح الاعتراف بالبوليزاريو. اليوم هناك ملفات يحاول المغرب أن يظهر فيها بمظهر متعاون، لا وزارة الخارجية ولا الحكومة غير قادرة على تجسيد هذه السياسة الخارجية التي تسمى حسب المجموعة من الدراسات أنها سياسة خارجية تقدم سياسة عمومية داخل هذا المجال، بمعنى أنها تقدم خدمة. هذه الخدمة هي الخبرة المغربية، بمعنى أن دولة التي لها تاريخ أولا، لها موقع جيوستراتيجي، ولها عنصر الدين، ولها الخبرة، تستعمل كل هذه العناصر في سياسة خارجية جديدة لأول مرة، لأنه هناك قاعدة معروفة في العلاقات الدولية وهي أن الدولة التي يكون لها البحر والتاريخ والدين ويضاف إليها الخبرة هي دولة قادرة على أن تلعب دور في ما يسمى بمجالها الحيوي. لأول مرة أن المغرب أصبح لديه مجال حيوي واضح ويتصارع فيه مع قوى تقليدية قديمة، أتحدث عن فرنسا التي خرجت من خلال التوتر لن تخرج بطريقة مباشرة، هناك موقف غامض للولايات المتحدة الأمريكية، وهناك خروج للجزائر، بمعنى هناك منافسة، وبعض المعلومات تقول بأن فرنسا في الأزمة هي حلت محل الجزائر، بمعنى خرجت لتدافع عن مصالح الجزائر في مواجهة المغرب، لأن الجزائر هي فقدت موقعها الإقليمي داخل منطقة الساحل والصحراء. تشخيص الإقامة للمغرب لهذه المنطقة جنوب الصحراء والساحل، أي كان هناك تشخيص موضوعي ينطلق من 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 دراسات، يعني ينطلق من دراسات موضوعية لما سيقع في هذه المنطقة، وتلف
فمثلا أمامي هنا في إطار هذا العمل الذي قمنا به حول الخطب الملكية، الخطاب الملكي الموجه إلى القمة العربية لإفريقيا المنعقدة بالكويت، وخطاب كان فيه تشخيص لهذه الوضع التي تعرفه هذه المنطقة. قال العاهل المغربي لقد انتشرت بؤبؤة التوتر في كثير من في أكثر من بقعة في هذه المنطقة، حيث الفقر والهشاشة والأرض خصبة لانتشار القرصنة والتهريب الأسلحة والمخدرات والأشخاص، وهو ما ساعد على استفحال نزوعات التطرف والإرهاب وانتشار إيديولوجيات الظلام التي لا يمكن محاربتها والحد منها إلا بنهج استراتيجية تنموية تقوم على أساس مقاربة أمنية شاملة. وبالتالي فهذين المنطلقين، الوعي بأهمية المغرب على المستوى الجغرافي والمستوى الجيوستراتيجي، ثم كذلك هذا التشخيص الأساسي الذي اعتمد أصبح الآن معتمد وأصبحت له مصداقية، لأنه كان يربط بين ظهور التطرف وظهور الإرهاب وظهور حركات هذه الحركات المتطرفة في جنوب في الساحل وفي مالي على وجه التحديد، والفقر والهشاشة التي تعرفها إفريقيا. ومن هذا المنطلق تم التفكير، وإذا رجعنا دائما إلى هذه الفكرة المرتبطة بالخطط، فنجد بأن هناك يعني سياسة خارجية واعية بأهدافها، واعية باستراتيجيتها، طبعا لها حدود سنصل إليها عندما سنصل إلى هذه النقطة، لها مواطن ضعفها، ولكن لها سياسة تقوم على الواقعية. وتم تأكيد ذلك في الخطاب الأخير للعاهل المغربي الذي كان بمثابة بيان إعادة تحرير إفريقيا الذي قدمه في أمام المنتدى الإفريقي الإيفواري، عندما أكد على أن لا بد أن ننهج سياسة واقعية. الواقعية يعني أكد الخطاب الملكي على أن الدبلوماسية هي مهمة، الوشائج الاجتماعية مهمة، ولكن لا بد أن نكون واقعيين. وحينما أراد المغرب أن يفتح بابا جديدا لفك الحصار عليه من خلال العلاقات الأوروبية، طبعا لم يكن يعني مرتاحا، ولكن كان مكرها للخروج من هذا الحصار الممارس عليه، وبالتالي الانفتاح على أوروبا كلفنا الدخول في اتفاقيات متعددة تعهدنا فيها بكثير من الشروط ومن الإصلاحات السياسية باتت مرهقة الآن للمغرب. كيف مثلا؟ لابد كذلك من التذكير بوجود إشكالية الآن حقيقية على مستوى التواصل مع أوروبا، يظهر ذلك في الخطاب الملكي الأخير حينما قال بأن الإصلاحات المغربية يجب أن تبقى ذات خصوصية مغربية، بالتالي أن المطلب الأوروبي من حيث الإصلاحات السياسية والإصلاحات كذلك الحقوقية بات مكلفا للمغرب، ذلك لأن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بتعهداته على مستوى تقديم الدعم المادي بالنسبة لدول الربيع العربي، حيث أن المغرب دخل في إطار الدول العربي وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات مالية تمكن هذه الدول من مواصلة الإصلاحات السياسية والحقوقية. بالتالي تخلف الفضاء الأوروبي عن تقديم هذه المساعدات بات يطرح إشكالية حقيقية. الآن المغرب لم يكن مضطرا أو مرتاحا، ولكن كان مضطرا بأن يعيد علاقاته الإفريقية، ولو أن المجال المتعلق بالدخول إلى العمق الإفريقي في منطقة الساحل والصحراء لدى يطرح إشكالا بسبب ما تقول الجزائر بأن المغرب ليست له واجهة ترابية حتى يمكنه أن يكون فاعلا في منطقة الساحل والصحراء. طبعا هذه الادعاءات هي مرفوضة، والمغرب يواصل انطلاقا الآن من المعطى الديني الذي بات قويا في الساحة الدولية استثمار العلاقات الروحية والثقافية بين المغرب وهذه الدول الإفريقية. يمكن أن نجيب أن القذافي يعني خلى الجبهة الداخلية يعني اغتال الأحزاب السياسية، اختلافات بين حتى عندما سقط القذافي ظهرت يعني فوضى عارمة وتفكك الدولة وظهور المد القبلي. هنا ما مدى استجابة هذه الدول التي زارها الملك أو التي انفتح على المغرب مع السياسات الخارجية للمغرب؟ هذا سؤالي يمكن أن يطرح. السؤال الثاني على مستوى الديني، أن المغرب هو عبر التاريخ أن المغرب أو ما كان يسمى بالمخزن، حتى أن عندما تدخل قبائل في صراعات مع النظام الرسمي يكون اختلاف سياسي، ولكن على مستوى ديني هذه القبائل تعترف بإمارة المؤمنين دائما، أن الملك هو دائما هو إمار أمير المؤمنين، ولو أن اختلاف سياسي بين القبائل على مستوى الجلايات على مستوى الضرائب.
هذا الامر باقيه الى ان تنبت حاليا وفي موريتانيا وحتى داخل جبهه بوليزاريو ان عندما يصلون الى الامارات المؤمنه الامر لا يناقش. اريد ان اختلف مع الدكتور مناصري هو انه مطلقا لا يمكن تفسير التوتر بين فرنسا والمغرب حاليا بانه بسبب الزياره التي يقوم بها المغرب الى افريقيا، لانه تعرفون الكلفه الاقتصاديه والعسكريه لفرنسا في افريقيا. هل يعقل لفرنسا ان تهيئ الاجواء الامنيه في مالي لنذهب نحن هناك لنوقع اتفاقيات؟ لماذا لا يطرح تساؤل بان هناك تشاور وتنسيق مستقبل لعمل تكاملي قامت فرنسا فيه بالشق العسكري فيما نقوم نحن بالشق التنموي كحل اساسي واستراتيجي من اجل تثبيت الامن، وهي خطوه اساسيه يجب التركيز عليها في مالي وليس فقط بالقوه العسكريه، والمغرب يقوم بها الدور ومؤهل لذلك انطلاقا من مرجعيته الدينيه المقبوله في مجموع التراب الافريقي. واعتقد بانه هذا التوجه الجديد للجيوبوليتيكا المغربيه سيكون مفيدا جدا وفضاء لا من الناحيه السياسيه وكذلك لا من ناحيه الاقتصاد. السنغال من خلال مالي ومن خلال حتى بالنسبه لغينيا، يعني هناك الاسلام الصوفي ولكن مؤخرا بدا تيار اخر وهو التيار الوهابي المتشدد اللي بدا من مالي الى نيجيريا الى 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 مالي الى السودان الى 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 الى, إلى, إلى الجنوب في المغرب حاليا في سميتو في مع بوليزاريو. هناك خرجت يعني مجموعه من التيارات المتشدده اللي حاربت في مالي. وما يساعد هذا مثلا مؤخرا في موريتانيا من تمزيق القران الكريم وتدليس المصحف والعبت بكتب الفقه الملكي، يعني هذه عوامل مساهمه في تجذر هذه الظاهره وفي تعزيزها وتقويتها. كذلك الحرب التطهير ضد المسلمين في افريقيا الوسطى. وعامل اخر وهو ظهور التشيع بشكل غريب جدا، ان حوزه شيعيه موجوده في السنغال. والملاحظ لاحظنا الدكتور سليمي في موريتانيا بالزياره الاخيره لموريتانيا، يعني كتلقى شيعه موجودين يعني في موجود بشكل كبير في موريتانيا. يعني كيف المغرب امام هذه المعطيات ان يساهم في تسويق النموذج الديني المغربي؟